جريدها قريتها جميلة جدا. الآن سبحان الله، الآن أول كان في قصيدة وفي خاطرة وفي قصة، الآن صار من موروثنا تغريدة. يا سلام، صار من موروثنا، لازم تقول لي مر عليه تغريدة. يا سلام، يقول أنا أعبد الله كما أمري كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. الله أكبر، أعبد الله كما أمرك وبرزق كما وعدك. يا أخي ربي من كرمه إنه فصل في الأمر، قال وفي السماء رزقكم، عشان ما نلتفت الأرض. الله انت برزقك ترى مو في الارض، رزقك ياتي من فوق ابوك يا ابن عند المخلوق عند الخالق. السماء ما فيها الا الخالق سبحانه وتعالى هو الرزاق. قبل يومين مشرف القريه عندنا هنا ابو كاتم زعل على واحد من المتسابقين وقطع البث، قطع البث حتى علينا احنا، وكان عندنا فقره وزعلنا كلنا وقلنا مالك حق ابو كاتم تقطع البث. الله سبحانه وتعالى كم عصيناه ولا قطع البث عنا، عصيناه. الله اكبر، وهو الرازق وهو المنعم، والله ما قطع انفسنا وارواحنا احنا على المعصيه. ان يترك وان استغفرت وانت بتفرح بتوبتك كريم. الله اكبر. لو مسؤول من المسؤولين في دائره من الدوائر، الموظفين ما سددوا ولا الموظفين ما انضبطوا، قطع عنهم المويه والكهرباء في الدائره، قال سددوا عسى ترجع لكم الخدمه وتنضبطون. الله سبحانه وتعالى نشم هواه، والله ما قطع عنا الهواء وحنا نعصيه، ولا احنا العباد الصالحين الا نستغفر ونسبح. الله عظيم يا شيخ، والله عظيم، يرزق ويغفر ويسامح. والعجيب اني يفرح مثل فرحه الاعرابي يوم ان يفقد دابته ويجدها في الصحراء، اشد من فرحه اشد من فرحته.